مباراة تانية اللي كانت بتتلعب على ملعب السلام اللي كانت ما بين زد اف سي مع مودرن سبورت، وانتهت بتأهل زد اف سي بعد الفوز في الوقت الإضافي بهدف المدافع المتألق محمد إسماعيل. كان الهدف في الدقيقة 117 برأسية قوية جدا، وكانت قمة الإثارة في الثواني الأخيرة بعد ما احتسب الحكم محمد بسيوني ضربة جزاء لصالح مودرن سبورت، واللي عرقلت باسم علي سددها عمرو السيسي وأهدرها في القائم عشان يهدي تذكرة التأهل المستحقة لدور نصف النهائي لنادي زد الوافد الجديد في بطولة دوري نايل، واللي سجل حضور مميز جدا في الحقيقة في أول نسخة لي مع كابتن مجدي عبد العاطي. مبروك لزد، مبروك للإسماعيلي، مواجهة قوية وخارج التوقعات في الدور نصف النهائي زيها زي المصري وبيراميدز بالظبط. إذن مواجهتي الدور نصف النهائي من كاس مصر، هتكون المصري هيقابل بيراميدز وده بنقول عليه مواجهة نهائي مبكر، والإسماعيلي هيقابل زد اف سي. المبارتين هيكون يوم الثلاث بإذن الله 27 أغسطس. خلينا نتابع ونشوف طبعا عبر قنوات اون تايم سبورتس مين بطل كاس مصر في نسخة 2024.